السلام الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط، أهلا بكم في درس جديد من دروس الكتاب المدرسي. تابعوا معي اليوم صفحة رقم 46. لاكور دو لادجكتيف كاليفيكاتيف. هذا العنوان معناته توافق الصفة أو تبعية الصفة للموصوف. فوالا، هذا الدرس يعني أنه الصفة لازمها دائما تكون تابعة للاسم الذي تصفه أو الاسم الذي يكون قبلها. تبعوا معايا هنا هذا النص وكذلك القاعدة راح نتفهموا معايا أكثر. J'observe le texte. Réglisse. Le rouleau de réglisse voyage dans ma bouche sur ses rails noirs et lisses jusqu'au terminus. Une perle en toque colorée et sucrée qu'on croque avec avidité. Voilà. Joël, ça de lait, sucrerie et jonglerie. L'eau Pays, collection d'enfance 1999. Voilà. Comme vous l'avez vu, c'est عبارة عن une poésie ou قصيدة صغيرة أو قطعة شعرية يتحدثوا عن هذا النوع من الحلوى. هذه الحلوى تسمى غيغليس. هذه سميوها غيغليس، هو نوع من أنواع الحلويات. يعني في هذه القصيدة هما يوصفوا هذه الحلوى يعني ويوصفوا الذوق تاعها. فوالا، هنا كيما راح نشرح لكم أبوبخي، يعني هاد الحلوى لونها نوار يا سوداء اللون، ملونة كولوري، سكري معناتها حلوة. فوالا، هذا يعني النص على واه راهو يحكي على هاد الحلوى ويصف طعمها. راح نزيدو نفهمو أكثر يعني من خلال الأسئلة التي تتعلق بالنص. J'analyse le texte. Numéro 1. Quel est le thème de cette poésie? ما هو موضوع هذه القصيدة؟ Le thème de cette poésie est les sucreries أو الحلويات. نديرو دو بون نكتبو ريغليس. يعني هاد القصيدة تحكي على حلوى اللي اسمها ريغليس. فوالا، هذا الإجابة الأولى. Deuxièmement, observe les adjectifs qualificatifs soulignés. Quel nom précise-t-il? هنا لدينا les adjectifs يعني الصفات المسطرة في النص. لاحظوا معايا، عندنا noir، عندنا coloré، عندنا sucré. Noir هي تحدد الاسم غاية. هنا يا غاي نوار. فوالا، عندنا كولوري اي سكري راهي تحدد او تولي على الاسم اون بيرل. اون بيرل كولوري اي سكري. فوالا، هذه الاجابه تاع السؤال الثاني. يعني لادجكتيف نوار بريسيز لو نون غاي، لادجكتيف كولوري اي لادجكتيف سكري بريسيز لو نون perle, une perle. Voilà. Question numéro 3. Que remarques-tu? ماذا تلاحظ؟ الملاحظة هنا أنو ces adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils précisent. وش معناتها هذه؟ معناتها أنو الصفة، هاد الصفات الثلاثة راهي تتوافق يعني بالنوع والكم المتعلق بالاسم الذي تحدده. بمعنى انه كي يكون لو نون باغ اكزومبل فيمينا، لادجكتيف راح تكون فيمينا. يعني كي يكون الاسم مؤنث الصفه تكون مؤنث، كي يكون الاسم مذكر الصفه كذلك راح تكون مذكر. يعني يكون ماسكولان ماسكولان، فيمينا فيمينا، سينغولي يعني مفرد الصفة راح تكون مفردة، كيكون جمع الصفة كذلك راح تكون في صيغة
الجمع يعني البلوريال. عندنا فيمينان فيمينان باردون فيمينان فيمينان، عندنا ماسكولان تكون ماسكولان، عندنا سينغولييه سينغولييه، بلوريال بلوريال، ولا تكون باغ اكزومبل فيمينان بلوريال. فوالا لادجكتيف راح تكون كذلك فيمينان بلوريال. راح نزيد نوضحوا هاد يعني هاد القاعده من خلال التمارين. فوالا جو روتيان لادجكتيف كاليفيكاتيف ساكورد ان جونغ اي ان نومبر افيك لو نوم كيل بريسيز. اكزومبل اون بيرل ان توك كولوري اي سوكري. فوالا عندنا الصفه تتوافق بالنوع والكم مع الاسم الذي تحدده ولا نسميوه الموصوف. فوالا اكزومبل اون بيرل ان توك كولوري اي سوكري. هنا لاحظوا معايا هنايا عندنا لو او اللي راهي مدايره باللون الاسود يعني يبان مليح، لو او هادي الاخرى والاو هادي ترجع على اون بيرل باسكو اون بيرل سي ان نون فيمينا راهي مؤنث، سي بور سا حطينا لها لو او هذا اللي مع الاخر. كون جات ماهيش مؤنث يعني مذكر في الماسكولا ما نحطولهاش لو او هادي والاو هادي. فوالا هذا هو واش معناتها جون اي اون اي نومبر. جون معناته النوع مذكر او مؤنث، ونومبر معناته سينغولي ولا بلوريال. نزيدو نوضحو اكثر من خلال التمارين راح نتفهموها احسن. اكتيفيتي نيميرو 1 ركوبي شاك جروب نومينال سولين لي ادجكتيف كاليفيكاتيف اي انديك لور جونغ اي لور نومبر. يعني راح ننقلو هاد الكلمات او العبارات، نضع خط تحت الصفه، وكذلك نحدد عددها ونوعها يعني سواء سينغولي ولا بلوريال ولا فيمينا ولا ماسكولا. فوالا عندنا هنا اولا دي دون كاريي. كاريي هي لادجكتيف الجونغ تاعها فيمينا، لو نومبر تاعها بلوريال. لدينا هنا ان ديليسيو كوسكوس يعني ماسكولان سينغولي. فوالا ماسكولان سينغولي معناته مذكر مفرد. فوالا ان ليون فيروس، هنا فيروس معناته شرس. هنا عندنا ماسكولان سينغولي فوالا مذكر مفرد. De belles fleurs. Féminin pluriel. يعني جمع مؤنث. بال هي مؤنث ونزيدو لها الاس تولي جمع. جمع مؤنث. Une voiture puissante. Féminin singulier. يعني مؤنث مفرد. Voilà. Des paysages splendides. يعني مناظر رائعة. عندنا هنا دي بيزاج راهي ماسكولان بلوريال. ان بيزاج نقولو ان بيزاج هو ماسكولان يعني مذكر جمع او جمع مذكر. فوالا نتمنى تكونوا يعني تركزوا فقط باش تقدروا تحلوا هاد ليكزارسيس. يعني لهنا كيقولك لو جونغ معناته فيمينان ولا ماسكولان يعني مذكر ولا مؤنث، لو نومبر هو راهو مفرد او جمع يعني سينغولي ولا بلوريال. فوالا هذا فيما يخص التمرين الاول. ننتقل الى التمرين الثاني. نورمالمون هنا سي با ماركي مي او فيمينا لي ادجكتيف كاليفيكاتيف سوليني. هنا عطانا جملتين وعطانا لادجكتيف راهي تحتها خط، والمطلوب منك انك تحطها في الفيمينا. فوالا هنا عطاها لنا ماسكولان نحطوها في الفيمينا. بروميييرمون ان جيست اميكال في توجور بليزير. يعني اميكال هنا معناته ودي، يعني ان جيست اميكال يعني حاجه وديه يعني ديما ديرنا ان بليزير. فوالا اميكال هنا عطاها لنا في الماسكولان، هنا لازمنا نردوها في الفيمينا.
Une parole amicale est toujours la bienvenue. Amicale, هنا راح نزيدو لها le E. باش نديرو لها l'accord مع une parole. Une parole راهي féminin. Donc, amicale, نحطو لها féminin. Deuxièmement, le facteur nous a livré un grand colis. Grand, là, هنا راهي adjectif au masculin. Ma grand-mère conserve des confitures dans une grande armoire. هنا نديرو لها E. Parce que là, armoire est féminin. Donc, tu as une grande armoire. Voilà. Exercice numéro 3. Mets au pluriel les adjectifs qualificatifs soulignés. Là, je vais vous demander de mettre une adjectif qui va vous mettre en place. Nous allons mettre le pluriel. Nous allons mettre le jama. Nous allons le jama. Premièrement, j'ai acheté une brioche. Exercice numéro 3. Mets au pluriel les adjectifs qualificatifs soulignés. مطلوب هنا أننا هاد الصفات المسطر عليها نحولوها إلى الجمع. Le pluriel هو الجمع. Premièrement, j'ai acheté une brioche dorée. J'ai acheté des brioches dorées. Dorée هنا زيدو لها S. هي la marque تاع pluriel. Numéro 2. Pour les vacances, nous avons loué un joli bungalow en bord de mer. Joli هنا عطاهنا au singulier. كي نرجعوها في البلوريال نزيدو لها S. Ce restaurateur a acheté de jolis plats en céramique. Joli نزيدو لها S. De toute façon, خليكم الإجابات مكتوبة باش ترجعو ليها. Quatrièmement, c'est une dictée. هادي راهي عبارة عن إملاء هاد لا بارتي. يعني من المستحسن أنه يكون معاكم شخص يدير لكم هاد لا ديكتي وتعودوا باش تكتبوا الإملاء. بهذا نكون أعزائي التلاميذ وصلنا يعني لنهاية درس اليوم. كما شفتوا معنا راهو درس قصير وما فيش بزاف يعني تعقيدات. لازمكم فقط تركزوا معاه وكي تعودوا تقراوا تتولهوا النوع وعدد النوع اللي تحددوا الادجكتيف. هكا يعني بها ما تغلطوش في الإجابات تاعكم وتفهموا الدرس تاعكم مليح. أترككم في رعاية الله وحفظه. وأعزائي متابعي القناة الجدد ما تنسونيش بالابونمون وديروا جيم بور لي فيديو هكا باه يوصلكم جديد الدروس إن شاء الله. سلام الله عليكم.